وش أكتر وش أكتر وجبة أكلها مشان أكون يعني عندي صحة زينة؟ لزيادة الوزن ولا للصحة بشكل عام؟ للصحة. يعني صحة زيادة الوزن ما أنصح يعني، ولا زيادة ولا كوقاية وعلاج من المرض؟ يعني شيء صحي، يعني يزيد الوزن وفي نفس الوقت يكون صحي. تمام. بص، اما نيجي مثلا نتكلم عن النحافة او نقص الوزن او فقدان الوزن، بنتكلم ان احنا لابد في البداية ان احنا نتأكد ان احنا صحيا بخير، يعني انا ما يكونش عندي خلل مرضي، لان اي خلل مرضي ممكن يبقى سبب في النحافة وفقد الوزن. مشاكل الغدة الدرقية سبب في النحافة وفقد الوزن، مشاكل الانيميا سبب في النحافة وفقد الوزن، مشاكل ديدان في الامعاء ممكن تبقى سبب في النحافة وفقد الوزن، اي مشاكل صحية ممكن تبقى سبب في النحافة وفقد الوزن، الضغط النفسي ممكن يبقى سبب في النحافة وفقد الوزن. فلا بد في البداية انا اعرف ما هو سبب النحافة اللي موجودة عندي، علشان لما نقول عايزين نزيد في الوزن نعرف طبيعة جسمنا، وبعد معرفة طبيعة الجسم نقول بقى ماذا سنفعل من اجل زيادة الوزن. خلاص عرفنا طبيعة الجسم وكده تمام، هنمشي مع دكتور التغذية هيزودنا في الوزن. لكن انا خلينا اديك حاجات مفيدة، يعني مجموعة من الأغذية تساعدنا في إن احنا نزيد في الوزن، صح كده؟ أديكي مجموعة من أصناف من الأغذية تساعدنا في إن احنا نزيد في الوزن، بس أنت عرفتي المفهوم بشكل عام، علشان بس إيه ما تقوليش إن أنا والله يا دكتور أنا سمعت مشيت على الحاجات ديت وما زدتش في الوزن. طب ممكن ما تزيديش في الوزن لأن ما عرفتش أنا طبيعة جسمك إيه، ما عرفتش المشكلة الصحية اللي موجودة عندك إيه، صح؟ لكن تزيدي في الوزن إمتى؟ لو عرفنا طبيعة الجسم. ده كده رقم واحد. إيه بس خليني اقول لك برضو على الاغذيه اللي احنا مثلا وليكن ممكن نقول عليها ان هي ممكن تساعدنا في ان احنا نزيد في الوزن. اغلب الناس اللي بتجيلي في العيادات اغلبهم بلا استثناء لو بنيجي نتكلم بيبقى جايين بعد ما نعمل التحاليل ما يطلعش عندهم حاجه، غالبا بيبقى عندهم مشاكل نفسيه، فبنقول عايزين ان احنا نحل المشاكل النفسيه اللي موجوده عندهم ايه، نحل المشاكل النفسيه. طب نحل المشاكل النفسيه دي ازاي؟ ناخد فيتامين د، ناخد فيتامين ب6، ناخد املاح الكالسيوم والمغنيسيوم،